الأخ أخ دانيال. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخ دانيال، أنت معنا على الهواء. أيوة، سلام المسيح. سلام المسيح أخ دانيال، أهلا وسهلا فيك. أهلا، سلام المسيح أخ دانيال. ربي يبارككم، الله يخليك. أنا من الأشخاص العابرين اللي تعرضوا فعلا للتهميش والاضطهاد من جماعة المؤمنين. أنا شخص أمنت بالرب من 2011 وكنت في مصر، وكان وضع كتير خطر في مصر. تركت ورايا ولد وبنت، تركت ورايا أسرة وعيلة أهل، لأن كان وضعي خلاص. يعني أنا من عيلة شديدة التطرف في مصر، ويمكن الكلام ده يعرفه الشام لو يعرف دانيال. لكن اما حاولت ان انا اقرب من الكنيسه في مصر، كانوا بيتهربوا مني. ما اعرفش، خوف او شك او عدم ايمان ان الشخص اللي قدامهم ده ممكن يتغير من شاول لبولس، مع انها حصلت زمان. شاول اتغير لبولس، ليه ما بيتكررش المعجزه دي على مدى التاريخ؟ بدات ان انا افكر بنفسي ولنفسي ان انا اهرب عشان ما انكرش الرب يسوع المسيح. وفعلا هربت من مصر ووصلت لبنان. حاولت ان انا كتير اتواصل مع كنايس. طبعا في البدايه كان بيبقى في شك، في انكار. اما بيسمع قصتك او قضيتك بيحس ان هي قصيه، يعني قصه خرافيه، يعني فوق العقل. ازاي شخص زي ده من العيله اللي، يعني انا مش عايز اقول لان وضعي كتير خطر، ازاي شخص من العيلة دي ممكن يعرف يسوع المسيح؟ وهو يسوع المسيح قال الخطاة وقال الناس المرضى وقال الناس اللي زينا. لكن الكنيسة كانت او الجماعة المؤمنين كانوا ما بيحتضنوش العابرين. اي ممكن في جماعات معينة في ناس مؤمنين بتحتضن العابرين، لكن على طول الخط بيعتبروا العابرين درجة تانية في الكنيسة. ما بيعتبرهمش مؤمن مسيحي، مع ان كلنا عابرين، كلنا عابرين، حتى المسيح الاصلي كان عابر، هو عبر للرب. اخ دانيال، ممكن اسالك انت كيف تغلبت على هذه الصعوبة؟ انا تغلبت على هذه الصعوبة بالصبر والإيمان، إن أنا نظرت ليسوع. أنا لو كنت بصيت لبشر كان فاتي من زمان ضعت. أنا بصيت، كانت عيني دايما على يسوع، لأن لو بصيت تحت رجلي كنت هغرق. لو بصيت للأرض كنت هغرق. كان دايما جيت أنا ليسوع المسيح وجيت له، ما جيتش عشان فلان ولا علان ولا عشان الكنيسة الفلانية ولا عشان الكنيسة العلانية. أنا هو قال لي اترك كل شيء خلفك واتبعني، وفعلا هو ده اللي حصل وتبعته. من يوم ما تبعته إبليس بيحاربني، في صعوبات كتير بتقابلني، بس أنا موجه نظر عليه لغاية ما وصل لأورشليم السماوي. أخوي بس لكن من الناحية تفضل. أيوة. لا تفضل. أيوة معك. تفضل أخدني. معك. لكن من الناحية في إخوة مؤمنين كتير بيساعدوا، لكن برضو في إخوة مؤمنين كتير وغالبا ما بيساعدوش العابر. احنا مش عايزين مساعدة مادية. غالبا العابر اللي ربنا بيختار ما بيبقاش العابر الحقيقي مش محتاج مساعدة. انا نشكر الرب، من اول يوم اشتغلت ومن اول يوم اعتمدت على نفسي. انا كنت عايز في كنيسة تحتضني، عايز احتضان روحي، عايز اتنمى روحيا، لان انا كنت جاي معلوماتي مش كتير. وهو ده اللي فعلا اللي بيقول عليه الاخ هشام، ده كان شيء حقيقي. المؤمن العابر المسيح العابر اللي من خلفية إسلامية محتاج بناء من نوع خاص، لأنه جاي بمعتقدات غير، جاي بأفكار غير، فلازم بناء خاص، بناء روحي خاص واحتضان خاص. يعني لا بيتجوزوا منهم، مهما لو عاش 30 سنة ولا 40 سنة إلا في حالات نادرة ما بيتجوزوا منهم. ما يعني في حاجات كتير جدا المفروض الكنيسة أو الكنائس تغير رأيها في العابر. أي نعم، في عابر بيبقى جاي، لكن إحنا ما نقدرش نحكم على الناس من قلوبها، نحكم على الناس إن هم إخوة. ما في مسيحيين كتير بالاسم بس، صح، لكن هو مش مسيح. أخ دانيال، هو مسيح بطاقة ربوية. أخ دانيال، إذا أنت عاوز تعطي نصيحة
لمشاهدينا، ايش عاوز تنصحهم؟ الو، دانيال، اذا انت معنا حبيبي، ايش عاوز تعطي نصيحة للي بيشاهدونا؟ اوكي، يمكن انصحهم للعابرين ولا للمسيحيين؟ لا، للكل للكل. الو، ايوه، النصيحة للكل. للكل، انا عايز للعابر اقول لهم وللمسيح ان العابر. دايما دايما نصيحة للمسيح العابر، ان هو يثبت عينه على الرب، امين ما ينظرش لأحد، ما يكونش مثاله الا رب المسيح، امين عشان كلهم بشر، كلهم بشر، امين كلهم خاطئين يعوزهم مجد الرب. امين لازم يكون عينه عشان ما يحصلوش عصرة، لان كتير انت ناس مسيحيين عابرين عصروا في ناس، عصروا في رجال دين، وعصروا في ناس كتير، وكان الرجال الدين دول سبب عصره ليهم، لانه كان عاملينهم ليهم كمثل اعلى، وانهار المثل الاعلى فانهارت مع ايمانه. فانا بقول للاخ العابر، خلي عينك على يسوع، آمين آمين وجه نظرك على يسوع، آمين اطلبوا ملكوت الله اولا، وبعد ذلك كلها تزاد لكم. آمين. شكرا كثير يا أخ آمين. دانيال، شكرا كثير، عبرت عن رأيك، وفعلا ربنا يباركك، وربنا يعوض لك، وربنا يستخدمك أيضا.